ماذا يفعل الخسيس عندما يكون مفلساً؟ يسرق. هذا تحديداً ما فعله الكيان الصهيوني عندما قرر بناء دولته على أرض لا تحق له، وفي سبيل هذا الهدف المزعوم قرروا التخلص من شعب بأكمله، محو تاريخه وسرقة أرضه وتراثه. وفي مثل هذا اليوم أعلنوا قيام دولة إسرائيل. ولأن المحتل المفلس كان متشرداً في نواحي الأرض ليس له جذر ولا هوية، لم يكتفي بسرقة الجغرافيا، بل حاول الاستيلاء على تراث يفوق عمره وعمر الكيان المحتل. فمثلاً حاولوا تصدير الثوب الفلسطيني التراثي للعالم على أنه الزي التراثي الإسرائيلي، وترتديه بالفعل مضيفات شركة العال للطيران الإسرائيلي، كما ارتدته متسابقات ملكة جمال الكون التي استضافها الكيان المحتل على أنه الزي التراثي الإسرائيلي. أما الكوفية الفلسطينية التي تعد رمزاً وطنياً، سرق تصميمها مصمم أزياء إسرائيلي وغير لونها ليتطابق مع لون علم الدولة المزعومة. وفي المهرجانات العالمية يرقصون الدبكة على الألحان الفلكلورية الفلسطينية. حتى المطبخ الفلسطيني لم يسلم من سرقتهم، فزعموا أن الفلافل والمقلوبة والشكشوكة تنتمي إلى المطبخ الإسرائيلي، وأنها ويا سبحان الله أعدت وفقاً لتعاليم الكوشر، أي وفقاً لأحكام اليهودية. تتوالى السرقات وتتنوع، لكن لماذا نعيد سرد الحكاية المؤلمة؟ لنقول أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن الأرض والهوية والتراث بالرغم من السنين ستظل فلسطينية.